السلام عليكم يا رجاله، عاملين ايه؟ النهارده جبنا لكم تحدي جديد مع ضيفنا احمد. ازيكم يا عاملين ايه؟ طبعا النهارده جبنا لكم التحدي مكون من 10 كشري، هو ياكل 5 وانا اكل 5، واللي هيخسر ليه عقاب ان هو يعني يشرب الشرط ده. فيلا نبدا التحدي ولا ايه؟ جاهز؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
هو لسه واكل يعني باكل ملانة وبيشرب شطة كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ والنهارده جبنا لكم